السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا بعد ما قلبت لكم هنا الأجواء عندنا في الريف ما شاء الله عندنا الشتاء والأجواء باردة بزاف. ونيا اليوم بغيت نشارك معكم هالطريقة ديال اللوبيا. للمقادير ديالها هادو هما اللي غادي نحتاج. عندي هنايا طماطم وحدة كبيرة محكوكة، وبصلة متوسطة محكوكة، وجزرة وحدة حتى هي محكوكة، وقزبر المعدنوس، وجوج فصوص ديال الثومة. وعندي هنايا معجون طماطم ملعقة متوسطة، وشوية ديال الخرقوم، وشوية ديال السكنجبير غير شوية ما كترتش منه، وشوية ديال الفلفل الأسود مع التحميرة اللي كترت منها شوية هنايا. وعندي هنايا زيت الزيتون، وتقريبا 500 غرام ديال اللوبيا البيضاء. هاد اللوبيا اللي كنت خليتها الليلة كاملة في الماء، ومن بعد في الصباح صفيتها من هذيك الماء وشللتها، يعني غسلتها من هذيك الماء. صافي درتها هنايا في طنجرة الضغط. طبعا الطنجرة يمكن لكم ديروا في طنجرة الضغط او طنجرة عادية. هيد انا درتها في طنجرة الضغط، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. وغادي ندير فوقها كل هاد المكونات اللي كنت حكيتهم من قبل، ونزيد هنايا حتى هاد معجون طماطم وكل التوابل. الا لاحظتوا هنايا ما درتش الملحه، الملحه غادي نخليها حتى الاخير. ديما القطاني نخليو الملحه حتى الاخير، حيت الملحه ما كتساعدش على الطياب، فغادي نخليها حتى تطيب شويه عاد غادي ندير الملحه. صافي هنايا زدت الزيت، وغادي نضيف عليه الماء على حسب الكميه اللي خاصه هنايا. غادي المهم تقريبا غادي نخلي الماء يطلع شويه فوق هذيك اللوبيا. وكاينه اللوبيا البيضاء اللي كتاخذ الوقت في الطياب، وكاينه اللي دغيا كطيب. كاينه غير كتاخذ منك غير 20 دقيقه وكطيب، وكاين ممكن تاخذ منك 30 دقيقه او اكثر بشويه باش تطيب. هنايا خاص مازال الماء، حيت بعد ما خلطتهم هكذا لقيت مازال شويه خاص الماء باش تطيب وتبقى في هذاك شويه ديال الصلصه ديالو. صافي هذه هي الكميه اللي كنت بغيت. دابا غادي نسد عليها ونديرها فوق العافيه حتى من بعد نطلع عليها نشوف. يعني كل مره غادي تشوفوا، يعني هنايا اول مره غادي نشوف ونزيد الملحه، حيت بعض المرات كنلقاو نص في اللوبيا طاب ونص مازال ما طاب. مثلا تلقاو اللوبيا طابت وفيها بعض الحبات مازال قاصحين، فكنرجعوها باش تطيب وتشرب حتى هداك شويه ديال المرقه ديالها. وهنايا درت واحد كنور البنه ديال البقري، الاختيار ديالكم الا بغيتو ديروها. كتعجبني فيه في هاد اللوبيا، كتعطيه واحد النكهه زوينه وكتلق فيه ريحه زوينه. صافي هنايا غادي نسد عليها حيت مازال ما طابت مزيان، يعني بعد ما درت الملحه والكنور غادي نسد عليها نخليها تزيد طيب. صافي بعد ما طابت ها هي وجده، جات لذيذه صراحه وسهله، ما كتحتاجش منك تشحريها وما كتاخذش منك بزاف ديال الوقت. هنايا خدت لي تقريبا 30 دقيقه باش طابت. وان شاء الله الا تفرجتوا في الفيديو عجبكم ما تنساوش لايك والاشتراك. ودنا البنات المبتدئات اللي جربوا هالطريقه تنجح لكم وتعجبكم. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، وبصحه وراحه.